استاذ علاء وحيد في هذا الموقف، وان هيبقى في التعامل مع النادي الاسماعيلي هيبقى دايركت على طول مع نادي النجوم المستقبل والاستاذ محمد الطويله رئيس النادي. وبالتالي طبعا استاذ محمد الطويله متواجد معانا على الهاتف. تحياتي لحضرتك استاذ محمد. كابتن فاروق، اخبار حضرتك؟ طيب يا حبيبي، بخير وسعاده دايما ست. اخبار حضرتك ايه؟ تمام والله، نحمد ربنا، الله يخليك، الحمد لله. طيب، يمكن موقف نادي الاسماعيلي حتى الان ان استاذ علاء وحيد كان متواجد معانا وقال ان في هيبقى التعامل مع نادي الاسماعيلي على طول، نادي النجوم انا اسف، مع حضرتك من خلال طبعا ما تم تداوله في الفتره اللي فاتت، بيتم خصم 3 نقاط من نادي الاسماعيلي. وبالتالي هل فعلا حصل تواصل او تم في مثلا مناقشات خاصه بهذا الوضع مع حضرتك؟ طيب بص يا كابتن احمد، انا عايز اقول حاجه، بس ليا عتاب على الاستاذ وحيد. علاء وحيد، استاذ علاء وحيد. نعم، علاء وحيد طبعا. طبعا راجل اعلامي انا اعرفه من سنين طويله، وراجل ليه باع طويل في المجال. ولكن اما بنتولى منصب المتحدث الرسمي، لابد ان تكون كل كلمه تنطق بيها لازم تكون لها مصدر وموثقه بيه. كابتن علاء بقاله اكثر من شهر، اكثر من 15 مره يطلع يعلن عن انفصالات جاريه، وان في اتفاقيات على الجدوله وتنظيم وفي اتفاقيات مع نادي نجوم، وهذا لم يحدث على الاطلاق. ولا مره شفت تصريح من 15 20 تصريح بيقول ان في تواصل، وكان في تواصل، مفيش اي تواصل رسمي. هي المرتين الوحيد اللي حصل فيهم، مره كلمني الكابتن الاستاذ محمد الاستاذ الورداني وطلب ان احنا نقعد انا وهو والاستاذ احمد عثمان وكابتن علي ابو جريشه عشان نحاول نحل الموضوع. رحبت بيهم وقال لي بعد بكره هنقعد وخلاص. تاني يوم اتصل بيا بنفسه وقال لي انا بعتذر لك جدا، الاستاذ ابراهيم عثمان قال له مالكمش دعوه بالموضوع ده، انتم لجنه فنيه مالكمش دعوه، وانقطع الاتصال بعد كده تماما. بعد حوالي شهر تاني كلمني الاستاذ احمد عثمان قال لي الكلام ده كان بعد صدور بقى الـ لا قبل صدور موضوع الثلاث نقاط، قبل الصدور. قال لي عايزين نقعد مع بعض، وفعلا جه الراجل مشكورا للنادي، تكلمنا في كل حاجه يا كابتن فاروق الا هنحل ازاي او هنعمل ايه او الاسماعيلي هيسدد ولا مش هيسدد. تكلمنا في كل حاجه للاسماعيلي وتاريخ الاسماعيلي وكل الكلام ده، قاعده وديه، ولكن في الاخر طب هنعمل ايه؟ قال لي ان شاء الله هنرد عليك، هنقعد مع المجلس ونرد عليك. طيب ما بعد كده هو انقطع فتره كبيره، صدر الموضوع بتاع الثلاث نقاط. بعد الثلاث نقاط كلمني قال لي انا خلاص ان شاء الله. القرار ده صدر من المحكمه الرياضيه ولا صدر من لا 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 ده بص بقى، الناس لازم يبقى عندها فهم للنقطه دي. يهمنا ان حضرتك برضه توضح، انت اثرت نقطه مهمه جدا. هناك الحكم المحكمه الرياضيه العليا، وبعديها كان في المحكمه الفيدراليه السويسريه اللي هي اعلى جهه قضائيه في العالم بالنسبه للمحاكم الدوليه. تمام، خلاص انتهت واتقفلت برفض الطعن بتاع الاسماعيلي، واصبح الحكم بات ونهائي منذ صدور حكم المحكمه الفيدراليه العليا. يعني ما فيش اي طعن ممكن يقدمه نادي الاسماعيلي الخاص ب ولا استحاله استحاله طعن لاي جهه، عشان كده بقت نقطه مهمه جدا. هو النهارده بيسعى ليها الاسماعيلي. اللي حصل بعد ما بينزل الحكم دوت، بتبدا المنوط به تنفيذ هذا الحكم الاتحاد المحلي اللي هو هنا الاتحاد المصري لكرة القدم. الاتحاد المحلي ايه يعني ايه التنفيذ؟ التنفيذ انه بيبعث اسماعيلي جواب خلال 30 يوم انه لازم يسدد. الاسماعيلي لم يلتزم. الاتحاد الدولي تنبه بعد فتره من الزمن ان في بلاد كتير وللاسف الشديد منها مصر، الناس بتماطل في مساله تنفيذ احكام المحاكم الرياضيه العليا. فاصدرت او طلعت حاجه اسمها العقوبات الرياضيه. ايه العقوبات الرياضيه بقى؟ العقوبه الماليه دي خلاص ما فيش مجال، دي هتتاخد من اللي عليه الحكم. فقال لك الناس اللي بتماطل نعمل لهم عقوبات رياضيه حتى المنظومه تبقى منظومه محترمه ومحدش يعني يماطل في تنفيذ الاحكام. الاحكام تبدا بالاتي، شوف اخليك معايا يا كابتن فاروق. تبدا من وقف القيد. وقف القيد انا خدت موقف اعتقد انه موقف محترم في اخر 48 ساعه في القيد الصيفي الاخير، كنت لو اتمسكت بحقي كنت اوقفت القيد عن النادي الاسماعيلي اللي هم الخمسه اللي هم نجوم الفريق النهارده. هو ما كانش ناقص الصحراوي ما كانش ناقص
المجموعة اللي هي الحمد لله عاملة توازن كويس للإسماعيلي. حاجة جميلة. والحقيقة شيء طبعا محترم من حضرتك كتير طبعا. والحقيقة الأستاذ أحمد مجاهد يعني كان ليه يعني قال لي محمد هي طبعا صعبة جدا لأن الوقت ضيق جدا وعشان خاطري حاول إنك فتغاضيت أو معنى صح يعني غفلت البصر عن الحتة دي لم تقدر لي هذا الموضوع قلت بعد كده عشان تقعد بقى تتكلم ما حصلش. العقوبات الرياضيه بقى ديك فكره بتبدا بالوقف القيد بعديها على طول بيحصل حاجه اسمها خصم نقاط. خصم النقاط دي كان المفروض تبدا فورا بعد فتره القيد قعدنا شهرين كاملين ومع ذلك التاخير ده كله وصدر قرار المفروض تبقى بست نقاط طلع قرار بثلاثه فقط يعني دي طبطبه برضو على الاتحاد ومع ذلك خدتها بصدر رحب. المفترض النهارده بعد ما صدر التاكيد اللي هو ظهر للناس كلها خلاص ان لجنه الاستئناف ده الاستئناف استأنف الاسماعيلي بيعترض على الثلاث نقاط كمان فلما حصل استأنف ولجنه الاستئناف رفضت قالت لا خلاص الثلاث نقاط مجزوم انها تتخصم فدي النقطه من حقي نروح للمرحله اللي بعد كده. قبل ما نروح للمرحله اللي بعد كده باخد نقطه الناس بتقول لك ان لما يتفقوا مع بعض الثلاث نقاط او الست نقاط او التسع نقاط اللي بيتخصموا بيرجعوا ده كلام غير موجود اطلاقا. يعني لو تم الدفع لو تم دفع المبالغ مثلا وتمت التراضي ما تم خصمه لا يجوز ان هو يرجع تاني. ليه؟ هفهمها لك برضه بناحيه قانونيه بسيطه جدا. في حاجه اسمها حق الدوله او حق المجتمع. هنا في حق المجتمع الرياضي. انا النهارده مش محمد الطويله اللي يقول لو النبي انا خدت فلوس يرجعوا لهم النقاط. لا الحق المنظومه الرياضيه الدوليه ده مش حق هي اللي تقول وهي بترفض تماما الخصم او الخصومات تتم طالما عدى عليها الوقت القانوني بتنفذ. فالثلاث نقاط دي خلاص اصبح لا رجع فيها. وبعدين انا خدت الخطوه اللي بعد كده من ثلاث ايام وهي ان انا طلبت اللي هي المرحله الثانيه او الثالثه في العقوبات الرياضيه اللي هي هتكون ان شاء الله ست نقاط. ليه ست نقاط؟ لأن بيقول أنك أنت تلجأ للاتحاد في إذا كان الموضوع في نفس ذات الموسم فتلجأ للعقوبة مشددة. يعني إيه مشددة؟ تبقى ضعف العقوبة السابقة. العقوبة السابقة كانت ثلاثة. العقوبة اللي أنا دلوقتي قدمت عليها وخلال 15 يوم لازم يزور خلالها 15 يوم إلى 21 يوم لازم يزور هتكون ست نقاط. يعني كده مجموعة تسع نقاط لو يعني الأسبوعين ده ان شاء الله بعد ما يتحكم فيها. ده هنقول لك الأهم من دي. الأهم من كده ان انت النهارده فاضل لك يعني حتى لو نجح ان المماطلة اللي هو بيقوم بيها ان تنجح معاه الأسبوع ده والأسبوعين الجايين والشهر ده والشهر اللي جاي. انت عندك القيد السنة دي هيكون في نهاية شهر يوليا. القيد الجديد. القيد الجديد لا استحاله تسجل يعني اسف يعني رجل لعيب. طب انت كده ولا كده انت ملزم بالعقوبات الرياضيه ان تقوم بسداد العقوبات الماليه. فانت بتماطل ليه؟ ليه المماطله دي كلها؟ وليه عدم الاهتمام خلاص حكم محكمه ولا رجع فيه؟ انا اقول لك بقى هو النهارده بيراهن على ايه؟ واعتقد دي نقطه تهم الناس تفهمها وهقولها بمنتهى الصراحه بدون مواربه وبدون اي الاسماعيلي بيراهن الكلام ده من قلب الاسماعيلي. قال لك احنا النهارده اتفقنا مع احد مراكز التسويه انا مش عارف احنا مركز بالظبط الحقيقه ان هو هيطلع لهم حكم. شوف يعني حتى متفقين على صيغه الحكم هيطلع لنا حكم ب 10 ان يخفضوا المبلغ ل 10 مليون. هم طبعا فاهمين الحكم ده لا يعتد به وليس له اي اهميه ولكن لتعطيل سير التنفيذ ده كان معايا حكم مش عارف ايه فيقوم يعطل الدنيا ياخد له كمان شهرين ثلاثه وده طبعا استحاله لان مفيش حاجه اسمها بعد حكم محكمه دوليه عليا ان يجي مركز تسويه او يجي اي جهه ثانيه يعني تحكم حكم مخالف. فالمساله الحقيقه يا كابتن فاروق انا بستعجب المساله واضحه وضوح الشمس والمحاولات المستميته ديت انا شايف وهم عارفين كويس جدا ان ما قالها في الاخر الى تنفيذ حكم القانون. لان مش ممكن حتى حد هيسمح ان الاسماعيلي يهبط للدرجه الثانيه او يتشطب او كلام من ده. فالى اين انتم سائرون؟ ده سؤال بساله لهم. تمام وضحت الامور يا استاذ محمد. خليني بس اخدك لنقطه اخرى يا استاذ محمد واللاعب كريم فؤاد.